الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم رغدة ورضوى وضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو داليا سالم، مؤسسة صفحة بيت داليا. لكل الناس اللي مهتمة بالزراعة سواء عندها خبرة او حابة تبدأ سنة اولى زراعة، تتابعنا النهاردة في حلقتنا. هنتكلم عن الزراعة وازاي نقدر ان احنا لو حد فينا ما عندوش خبرة يزرع ويعتني بالنباتات بشكل كويس جدا. طبعا معرض الزهور بيقام في الفترة من 21 مارس والمدة 45 يوم، عشان كده سؤالنا يا ترى هتروحوا معرض الزهور ولا لا؟ 199 رقم الرسائل، والراديو 90 90 دي صفحتنا على الفيسبوك. داليا منورانا. ده نورك يا رضوى. منورانا، وفعلا النهارده ناويين ان احنا نستفيد مش هنخرج من الحلقه الا واحنا عارفين كلنا نزرع، وكل مستمع راديو 90 90 لو اي حد عنده سؤال بقى عن الزرع، عن الزهور، عن نباتات الزينه، يبعت لنا على طبعا صفحه الراديو 90 90 على فيسبوك او على 199 رقم الرسائل. عايزين نبدا معاكي بقى من الاول. يا داليا، ايه علاقتك بالزرع؟ نشات ازاي العلاقه دي؟ اوكي. انا بدات زراعه من حوالي 3 سنين. اوكي. بدات في جنينتي. نقلت من بيتي للبيت اللي انا فيه، كان في جنينه صغيره كده، فكنت محتاجه ان انا ازرع. بدات ان انا ابتدي اعرف انواع النباتات، وان انا الف على زرع واروح مشاتل واعرف وانزل معرض الزهور واعمل ابحاث في معرض الزهور. النباتات دي شكلها حلوة قوي، اجيبها. ووقعت في كل المشاكل اللي كل الناس ناس كتير بتقع فيها، ان انا اجيب النبات وبعد مثلا يبقى شكله حلو قوي ومزهر ومليان زهور، وبعد اسبوعين ثلاثه وانا ما عملتلوش اي حاجه غلط وماشيه زي ما الكتاب بيقول الاقي النبات معاش معايا، او الزهور دبلت او كل الحاجات دي. فبدات اقرا واعرف واتفرج على فيديوز واقرا مواضيع وارتكلز، وادخل على جروب زراعيه في الفيسبوك واسال واتعلم واقرا كتب واجيب كتب عن الزراعه عن النباتات واقراها، لغايه ما بدات شويه ان انا اعرف كل نبات بتبقى احتياجاته ايه، لان كل نبات احتياجاته بتختلف عن التاني. يعني في نبات مثلا بيحب الشمس، في نبات ما بيحبش الشمس بيحب الظل، في نبات لا نص ونص، عايز شمس شويه الصبح مثلا او شمس اخر النهار، في نبات بيحب الميه، في نبات ما بيحبش الميه ومش عايز زي الصبارات، مش عايز ميه كتير ارويه كل ما التربه تنشف. فبدأت أقرأ وأتعلم. ده بيجي بإيه داليا طيب؟ يعني بالخبرة ولا بالتجربة ولا بإنك تسألي حد مثلا؟ لأن إحنا أكيد كلنا بنقع في المشاكل دي لما بنجرب إن إحنا نزرع، وإحنا متخيلين إن الموضوع هيبقى سهل. بيجي بكذا حاجة. أول حاجة إن أنا قبل ما أشتري نبات أعرف أنا عايز أشتري إيه، وأدور وأعمل أبحاث عنه، أعرف النبات ده احتياجاته إيه قبل ما أشتري. يعني إيه أعمل أبحاث عنه؟ يعني كلمة كبيرة يعني قوي. أدخل على الإنترنت. أوكي. أبتدي إن أنا لو أنا أسأل طبعا بلاش نصيحة، بلاش نسأل الراجل صاحب المشتل النبات ده نعمل فيه ايه، لان هو غالبا معظم الناس اللي بيبقوا واقفين مثلا في الميادين، يعني خلينا نتكلم على اللي هم منتشرين في كل حتة، تلاقي كل ميدان هتلاقي شوية زرع واحد واقف بيبيع، او في مشتل مثلا، او في مشتل شوية بيبقى لو هو صاحب المشتل بيكون موجود بيبقى عنده الخبرة الكافية. لكن لو الناس اللي في الشارع بيبقوا معظمهم بيبقوا بياعين، بيجيبوا الزرع من مزارع وبيجوا يعرضوه هنا للبيع، والزرع ما بيقعدش عندهم فترة طويلة، يعني هو عندهم الحاجة بتتباع أول بأول وكده. هيقول لي نصيحة غلط، هيقول يعني النصيحة هو مش عارفها لمجرد ان هو يملى فراغ السؤال يعني عشان يجاوب بس. مع انه يعني لمن قال لا فقد افتى. يعني يقول معرفش، يعني يمكن دي صفة فينا. زي يقول معرفش، صفة فينا عاوزين نقضي عليها في كل المجالات مش بس في الزراعة للأسف. يعني غير ان في مثلا في ناس مثلا ممكن في كوميونيتيز للزراعة موجودة على الفيسبوك، تواصل اجتماعي، يعني شبكات على شبكة التواصل الاجتماعي، في كوميونيتيز للناس يعني الناس اللي بتحب الزرع، بيبتدوا ان هم يسألوا بعض، لو حد وقع في مشكلة التاني بيكون جرب المشكلة دي فيبتدي يرد عليه، بيبقى في ناس متخصصين على الجروبس دي، بيردوا على الناس وعلى الأسئلة اللي موجودة. يبتدوا ان هم يعملوا
يدوروا يدخلوا على الانترنت يشوفوا النبات ده اسمه كذا مثلا نبات مثلا الوينكا. اوكي ده نبات سهل جدا في الفرعي. فيبتدوا يدخلوا على الانترنت يشوفوا النباتات السهله كمان فرعيتها كالبدايه. يعني انا مثلا واحد لسه ما زرعتش قبل كده يفضل ان انا ابتدي بنبات. اولا دايما بقول بلاش لو هتبتدي زراعة بلاش تبتدي منك انت تزرع بذرة. في ناس بتبقى متشجعة جدا وتروح مثلا المحل عندها الحماس وتروح المحل اللي بيبيع البذور بتاعت النباتات واشتري بذور. طبعا بيشتري بشكل عشوائي لان في حاجات بتتزرع في الصيف وفي حاجات بتتزرع في الشتاء وانا وقعت في كل المشاكل دي يعني فعلا. فبلاش لو حد حابب يبتدي من الزراعة من الاول يبتدي بشتلة صغيرة يبتدي ان هو يراعيها علشان زي يتعلم فيها يعرف ايه هيعمل ايه غلط هيعمل ايه صح. زراعة من البذرة شوية صعبة وانا بسميها سنة تانية زراعة يعني سنة تانية عشان تحتاج بقى سماد ومبيدات وحاجات معينة علشان تحتاج رعاية معينة ودرجة شمس معينة ودرجة حر. ان انا مثلا ان الزهور او البذور بتاعت الشتاء بتحتاج ان انا يعني ازرعها في شمس بعد بداية الانبات. لا البذور بتاعت الصيف علشان الجو بيبقى حر شوية فانا بسيبها شوية لغاية ما تكبر شوية. غير ان هي بتحتاج رعاية باستمرار كل يوم بشكل يومي واحيانا بيبقى مرتين في اليوم لما اجي اراعي بذرة. غير لما يبقى نبات اصلا هو كبر والى حد ما بقى ماتيور يعني يبقى اول نصيحة ان انا ابدأ بشتلة ابتدي بشتلة صغيرة اراعيها واختار نبات مستديم. أوكي. لان احنا عندنا نباتات بتتقسم لنوعين نباتات حولية ونباتات مستديمة. النباتات المستديمة يعني معناها ان النبات مش بي يعني ملوش موسم يعني ملوش بيطلع عمر معين بيفضل موجود عندي سنة ورا سنة. لكن النباتات الحولية وده اللي بيحصل برضو مع الناس لما بتروح تشتري نبات مظهر وشكله حلو جدا ومليان زهور لكن للأسف هما بيكونوا اشتروه في آخر الموسم بتاعه يعني لأن طبعا أعلى قمة تزهير بتبقى أعلى كمية تزهير وأعلى دفع زهري بيكون في الربيع في الربيع مثلا. فالنبات ده بيكون بدأ يظهر من أول الشتاء أو من نص الخريف. فكل الفترة دي هو النبات عايش بيبتدي بعد ما يعني على الربيع أنا بشتري كده في آخر في الربع الأخير من حياته يعني بيبقى خلاص. زي ايه مثلا يا داليا النباتات الموسمية والنباتات المستديمة؟ النباتات الموسمية مثلا في حاجة زي البيتونيا. البيتونيا دي نبات حلو وريحته حلوة اخر النهار وبيطلع ريحة زي سبايسز على فل كده بتبقى ريحتها حلوة قوي. بس ده نبات على الاقل هنا في مصر ده نبات موسمي لان هما بيتحملش درجات الحرارة العالية. في برضو حاجة زي المنطور من النباتات اللي هنا في مصر من النباتات الحولية لان هو برضو ما بيتحملش درجات الحرارة العالية. في نباتات بقى المستديمة زي مثلا الوينكا ودي من النباتات اللي انا برشحها جدا للبداية فيها لان هو نبات سهل رعايته ما بياخدش مجهود كتير ما بتحبوش الحشرات والامراض الفطرية مش قوي بتحبه فبيبقى رعايته سهلة شوية. برضو من النباتات المستديمة في عندنا الورد من النباتات المستديمة الورد الروزس يعني الورد لأن الورد البلدي بتاعنا الورد البلدي من النباتات المستديمة وبيفضل موجود طول السنة بيظهر فترة التزهير بتاعته لأن كل النباتات يعني أو معظمها بيبقى ليه فترة تزهير بتطول أو بتقصر يعني بس فترة تزهيره بتبقى قليلة شوية. الورد في نباتات من النباتات السهلة قوي نبات اسمه لانتانا. اللانتانا ده نبات بيتحمل كل حاجة بيتحمل ملوحة وبيتحمل حرارة وبيتحمل شمس وبيتحمل كل حاجة كل الظروف يعني وعلى فكرة ناس كتير ممكن تبقى عارفاه هو كان بيتزرع في المدارس بكميات بتعمل منه الأسوار. هو عبارة عن زهرة الزهرة دي عبارة عن زهور صغيرة كده ملونة جنب بعضها كنا بنقطعها ونفرفتها ونعمل بيها عصافير الجنة. أنا عرفته خلاص افتكرته دلوقتي. اللانتانا دي من النباتات السهلة والمستديمة وتزهرها 11 شهر في السنة.
يعني مش بس شهر ولا اتنين، لا انا طول السنه النبات عندي مزهر. جميل جميل. طب انا خدت بالي وانتي بتتكلمي كذا مره قلتي عندنا في مصر، فهل ده معناه طبعا ان انا اخد بالي وانا بتفرج على فيديوز ممكن تكون بالانجليش فبتتكلم عن زرع في يعني مناخ مختلف طبيعه مختلفه، فاقول يا ربي ده انا اتفرجت على الفيديو وبرده الزرع مات؟ اه بالظبط. فلازم اخد بالي ولا رايك ايه؟ لازم اخد بالي ان مثلا لو انا قريت مقاله مثلا بالانجليش، خلينا نقول نرجع تاني للبيتونيا. البيتونيا مثلا في اوروبا دي نبات مستديم بيفضل طول السنه وتزهيره بيفضل لغايه اخر الصيف، من اول يعني من نص الشتاء لغايه اخر الصيف، او لا من الربيع عندهم لان طبعا درجه الحراره مختلفه، من الربيع لغايه اخر الصيف بيفضل مزهر وبيعملوا منه عقل وبيعملوا منه اكسار وكل ده. لكن عندنا في مصر بيجي البيتونيا على اول ما يبتدي الصيف يدخل عليها والحر ودرجه الحراره تزيد بتدبل. فعلشان ده من النباتات فلازم يعني يبقى هو هيقرا ارتكل، وطبعا لازم التجربه مع يجرب مع علشان كل يعني كل جو ليه النباتات اللي ممكن تنمو فيه او تفضل موجوده او بتظهر او كده. يعني مثلا انا عندي في الصفحه الفيديوز اللي بعملها دي بتبقى نتاج او خلاصه التجربه مع القرايه مع الفيديوهات. يعني انا بقرا المقالات وبتفرج على فيديوهات سواء بالعربي او بالانجليزي، وبعرف النبات هو في يعني تزهيره عامل ازاي، شكل الزهره، رعايته، لان الرعايه برضو مش بتختلف قوي من نبات للتاني بخلاف ان احنا عندنا بس درجات الحراره اعلى شويه. وبعدين بجرب وبطبق اللي انا قريته، وطبعا بسال الناس في الكوميونيتيز وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وباخد بقى كل ده وبجرب، وبعدين خلاصه التجربه بعملها فيديو او موضوع على البيج. على البيج ده جميل جدا. يعني مثلا لو في ورده او زهره بتتزرع في هولندا طول السنه لكن احنا في مصر لا استحاله، ممكن نلاقيها بتزهر شهرين مثلا. بالظبط. فانتي بتكوني جربتي الموضوع وقلت لنا في الاخر الخلاصه. بالظبط. طيب احنا مستمتعين معاكي جدا جدا يا داليا، ومستمتعين طبعا بصفحة بيت الداليا على فيسبوك. احنا حاطين لكم اللينك على فكرة على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك، تقدروا تدخلوا وتشوفوا يعني كل انواع الزهور والزرع اللي بتتكلم عنها داليا. ولسه مكملين طبعا يا رضوى وسؤال الحلقة بتاعنا النهاردة نفكر مستمعينا بيه. اكيد طبعا بنفكركم بسؤال حلقتنا، يا ترى هتروحوا معرض زهور ولا لا؟ ابعتوا لنا على 199 رقم الرسائل، والراديو 9090 دي صفحتنا على الفيسبوك لكل الناس اللي بتسأل هو فين. هو في حديقة الأرمان اللي عند طبعا جامعة القاهرة وحديقة الحيوان، فمكان سهل جدا جدا تقدروا طبعا تروحوا بكل سهولة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دالي. يلا بينا على الراديو 9090 مع رضوى حسن ورغدة شيمي، وبنكمل كلام معاكم عن بيت داليا. وطبعا هو دي صفحة موجودة على فيسبوك هدفها تشجيع الناس على الزراعة من خلال معلومات ونصايح عن أنواع النباتات والزهور وإزاي نعتني بيها بشكل سليم. ومنورانا طبعا في الاستوديو طبعا داليا سالم مؤسسة الصفحة. داليا وهي بتتكلم في الأول لفتت نظرنا لحاجة مهمة جدا، ألا وهي إنها اعتمدت على السوشيال ميديا وعلى الجروبز اللي موجودة عليها المتعلقة بالزراعة، المتعلقة بكل الناس اللي بتحب الزراعة، وازاي ان هي استفادت منها على عكس ناس كتير يا رضوى بتقعد على السوشيال ميديا ما بتعملش اي حاجة غير ان هو يتفرج على الصور ويقعد يقلب كده على الفيسبوك من غير ما يستفيد. يعني حاولوا تشوفوا ايه المجال اللي بتحبوه زي ما داليا عملت كده، بتحب الزراعة فاستفادت من السوشيال ميديا في الزراعة. ما تضيعش وقت على فيسبوك ارجوك ولا على واتساب وكده، حاول تتعلم حاجة جديدة زي ما عملت داليا. والحقيقة ان احنا معانا بقى يعني احد الاشخاص اللي طبعا داليا بتشكر فيهم جدا جدا، المهندس عصام. يعني مهندسة عصام شعير. أيوة طبعا منورنا على التليفون. منورنا على التليفون اهو معانا باشمهندس عصام. أيوة معك. زي حضرتك؟ الحمد لله. يعني يمكن داليا كانت بتكلمنا على فكرة الجروبس اللي على مواقع التواصل الاجتماعي وانه قد ايه انتوا بتفيدوا بعض كناس بتحبوا الزراعة، فعايزين نعرف من حضرتك ازاي ساعدت داليا انها يبقى عندها خبرة اكتر في الزراعة. لا اولا انا بحيي
مقدم البرنامج وكل القائمين على هذا البرنامج. بنشكرك جزيلا. بحيي برضو المهندسة داليا، وعاوز اقول ان المهندسة داليا واحدة مهتمة جدا. ايوه يا استاذ عصام، انا مع حضرتك داليا. ايوه معايا معاك. فانا بحيي المهندسة داليا برضو رفت حضرتكم على اهتمامها بالزراعة، وهي عندها نباتات متميزة. وجه المساعدة بقى بتتم بطريقة غير مباشر او بطريقة مباشرة، يعني بيبقى في احد الاعضاء بيسأل على مشكلة معينة في النبات، او هي بتسأل برضو بطريقة مباشرة عن نبات عندها او تعمل فيه ايه. فانا بقول على اللي هو المفروض يتعامل معاه. جميل. فحضرتك بتديها النصيحة بناء على تجربة وخبرة حضرتك. أستاذ عصام مهندس زراعي بقاله حوالي 45 سنة في المجال، فطبعا خبرته يعني لا تضاهى بأي حد. فعلشان كده أنا أستاذ عصام يعني من الناس اللي بدأ معايا من الأول، إن أنا لما رحت لما زي ما قلت في أول اللقاء، لما رحت المحل واشتريت بذور بشكل عشوائي ورحت لأستاذ عصام قلت له أنا البذور دي أنا زرعتها وما طلعتش حاجة، فقال لي لأن البذور دي أنت شارية بذور صيفي وزرعها في الشتاء، عايزها تطلع إزاي؟ فالموضوع بيبقى كده، إن هو ببتدي مثلا أنا لو وقعت في مشكلة ببتدي أسأل الناس، أعرف منهم إيه المشكلة اللي حصلت، وبالتالي زي ما أنا تعلمت كنت حابة أني أعلم أو يعني أدي للناس خلاصة التجربة اللي حصلت نتيجة التعليم والبحث اللي أنا عملته، مساعدات الناس عشان المعلومات ما توقفش عند حد. زي ما انا اخدت معلومات من الناس بسلمها للناس اللي لسه بتبتدي. جميل. طيب يعني احنا عايزين بقى نستغل وجود حضرتك معانا يا باشمهندس عصام. في حد في مستمع من مستمعي الراديو 9090 بيسال ايه اكتر نبات ممكن يعيش وقت اطول، فحضرتك تقول له ايه؟ لا هي السؤال بعد اذنك ما يبقاش كده. طب قول لنا سؤال صح. هو دلوقتي يعني انا عندي مكان ارض، يعني ارض حديقه هزرعها ولا هزرع في اثاري؟ لانه بتختلف طبعا، الاشجار والشجيرات والمتسلقات دي كلها بتعيش على طول، اما النباتات العشبيه في منها حول شتوي يعني بيبدا بيزرع مثلا في شهر 9 وينتهي مثلا في شهر 5 او في نص 6، وفي حواليها الصيف بنزرعها من شهر 2 وبتنتهي مثلا في نص 11. وفي نباتات معمره، نباتات معمره شتوي ونباتات معمره صيف، دي كلها نباتات قصص. فكل يعني كل واحد حسب النبات اللي هو عايز يزرعه والموسم بتاعه وفتره التزهير وكل الحاجات دي، فمفيش اجابه معينه او نبات معين. ترشح لنا ايه يا استاذ عصام؟ نبات قصيص يكون نبات مستديم وفتره اظهاره طويله ويكون سهل برضه الناس تقدر تبدا بيه. هو بالنسبه للنباتات الصيفي انا بنصح بالوينكه والفربينه، دي نباتات معمره. جميل. يعني مستمرة معايا الوينكا والفربينا. والفربينا أوكي. الفربينا منها نوعين، فربينا حول شتوي وفربينا معمرة. يبقى الناس اللي تروح للمعرض تسأل على الوينكا وتسأل على الفربينا المعمرة، مش الفربينا الحولية اللي بتموت في أول الصيف، تسأل على الوينكا والفربينا المعمرة. أيوه. وعندنا نباتات صيفي حلوة جدا زي الجنفرينا اللي هي الناس بتسميها المدنة أو زراير الست، وفي عرف الديك، وفيها ايه تاني يا ربي مش فاكر دلوقتي. احنا عندنا يعني الزينيا برضه، الزينيا نبات كويس جدا، وفي البنتس كمان يا استاذ عصام من النباتات المستديمه وفتره تزهيرها طويله وسهله برضه. عندنا الجارونيا برضه، الجارونيا برضه يعتبر معمره وعذرة معظم ايام السنه. والجارونيا كمان دي من النباتات اللي انا بحبها جدا، لان هي تزهيرها زهورها شكلها حلو وزهورها كتير، يعني بيبقى زي ليها الوان متعدده. الوانها كتير جدا، وفي منها المداده وفي منها الزهره كبيره وفي منها الزهره صغيره. بس أيوة. الجارونيا انا كان ليا بس نصيحه صغيره بالنسبه للجارونيا بالذات، الناس اللي هتروح في معرض الزهور في جناح كامل للجارونيا بس، هيروحوا هيلاقوا كل الاشكال والالوان في انواع. ايوه يا باشمهندس اسمه جارونيا عامر.
اوكي اوكي هيلاقوا انواع من الجارونيا كتير جدا. في الجارونيا المداده مثلا دي بطيئه شويه، علشان الناس برضو لما تروح تلاقي الجارونيا، في جارونيا نوع من الجارونيا اسمه جارونيا مداده، دي بتبقى نبات بيمد يعني زي بيتدلى من من قصيص معين لو انا حطيته، ده نمو بطيء شويه. يسالوا على الجارونيا اللي مش مداده، وفي نوع تاني جارونيا ما يجيبوش برضو عشان انا جبته من سنتين وتزهيره فتره تزهيره قليله قوي، اسمه شكرية او بلجرونيوم. اوكي دول بلاش يعني بلاش النوع ده لان هو فترة تزهير حوالي شهرين. بعد اذن حضرتك اتفضل. الجارونيا اللي هي اسمها شكرية ريت اسمها بلجرونيوم جراند فلورم، تزهيرها قصير والورقة بتاعتها ما هي فعلا. داليا بتقول بتنصح الناس ان هي ما تجيبش النوع ده من النباتات. احنا حقيقي كنا سعداء بوجود حضرتك معانا يا باشمهندس عصام شعير، ونورتنا واستفدنا جدا من النصايح اللي قلتها لنا. فكده جاوبنا على كريم عفيفي اللي كان بيسأل على النبات اكتر مدة ممكن يعيشها او اطول وقت. شكرا يا باشمهندس. نشكر حضرتك جدا. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا يا استاذ عصام. اهلا وسهلا باشمهندس. الله يخليك. شكرا لحضرتك. جميل. انا اعتقد ايه كله مسك ورقه وقلم وقعد يكتب وراكي انتي وباشمهندس عصام شعير كل الانواع، علشان لما يروح معرض الزهور ما يحسش انه تايه. لان عندنا مشكله لو انا مش بفهم في الانواع الزهور والنباتات ممكن اتوه او اجيب نباتات تموت مني. صح صح. لا يعني احنا هنروح معرض الزهور هتبهرنا اشكال الزهور والنباتات، وهنبقى مش يعني هنشتريها من غير حتى ما نفكر. فلا نفكر كويس ونسال الراجل اللي موجود في المعرض اللي واقف في الجناح في كل جناح، هل النبات ده مستديم، هل النبات ده دائم. اهم سؤال، هل النبات ده دائم ولا مستديم. اوكي. وياريت لو هو معاه موبايل يدخل كده بسرعه يعمل دبل تشيك على المعلومه هو فعلا النبات مستديم ولا لا. في حاجه بس ينفع اضيفها من ضمن الحاجات اللي احنا قبل ما نبتدي زراعه لازم نفكر فيها، الشمس عندي في المكان اللي هزرع فيه شكلها ايه. لان انا احيانا مثلا بشتري نبات، النبات ده عايز شمس قويه، ازرعه في مكان ما فيهوش شمس او العكس. زائد ان انا الوقت اللي انا هخصصه للزراعه قد ايه. هل انا هقعد مثلا انا عندي وقت ان انا اراعي نبات كل يوم مثلا اخد من وقتي حوالي نص ساعة او كده لو مجموعة نباتات اني اراعي فيه الزرع بتاعي، وانا انا مشغول على طول وهقدر مثلا كل 3-4 ايام ابص على النباتات. يعني لو انا مشغول وما عنديش وقت كفاية انا برشح مثلا الصبارات. الصبارات مش محتاجة رعاية كل فين وفين بقى لما نفتكر. يعني من النباتات هي بطيئة النمو شوية بس ما بتحتاجش رعاية كبيرة وما بتحتاجش مية كتير. غير النباتات المزهرة، يعني النباتات المزهرة انا محتاجة طول الوقت ايدي فيها، اشيل الزهور اللي دبلت، اشيل البذور اللي موجودة، لو ورقة نشفت اشيلها. لكن الصبارات من النباتات السهلة اللي لو حد ما عندوش وقت كفاية وكده ما يقولش لا انا ما عنديش وقت للزراعة. يعني المهم ان هو هتزرع يعني هتزرع. طيب احنا طبعا سؤالنا يا ترى هتروحوا معرض الزهور ولا لا. في عندنا بقى اجابات مختلفة. يومنا بتقول عندنا امتحانات ميد ترم فمش فاضيين. ممكن تروحي يوم الأجازة يا يومنا، يعني أنا بشجعك جدا. غير كده كمان المعرض لغاية أول مايو، إحنا قاعدين من دلوقتي من المعرض بدأ يوم 21 مارس وقدامنا يعني لغاية أول مايو يوم واحد بس مش هيحصل حاجة. خروجة كده تشجعك وسط المزاحة. عائلات كتير بيروحوا مع ولادهم أو أصدقاء بيتجمعوا بيروحوا بيبقى يوم حلو بيقعدوا حتى لو مش هيشتروا حاجة. القعدة وسط النباتات ووسط الزهور وكل الحاجات دي بتبقى ترفع من الروح المعنوية وتخلينا مبسوطين. عندك حق. بالزبط. جدا بالظبط. طبعا في كمان مصطفى بيقول هيروح. في آية بتقول طبعا هتروح. في حد بيقول لا طبعا. طب ليه؟ ليه يعني اللي بيقول لا طبعا يقول لنا ليه؟ مش كاتب اسمه ولا ايه رجل؟ لا يعني هو كاتب اسمه وانا هقول اسمه حالا دلوقتي. في حسين كمان بيقول هيروح. اللي بيقول لا سعد. فليه سعد عبد الوهاب كمان يعني. فليه سعد فكر وروح. واكيد احنا كلنا نحب اننا نستمتع بالطاقه الايجابيه اللي بناخدها من زهور، خصوصا ان احنا يعني في الجو ربيع وبديع، فكلنا اكيد يعني لازم نحاول نستمتع بالفتره اللي احنا فيها دي. احنا لسه مكملين معاكم كلامنا مع داليا سالم ضيفتنا مؤسسه صفحه بيت داليا. خليكم معانا، هنطلع فاصل ونرجع على طول.
على الراديو 90 90. لسه بنقول يلا بينا، لسه موجودين معاكم رغدة ورضوى، وضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو داليا سالم، مؤسسة صفحة بيت داليا لكل الناس المهتمة بالزراعة او اللي حابة انها تبدأ تزرع في الفترة اللي جاية. احنا طبعا في فترة الربيع، ففي كمان معرض الزهور اللي بدأ من 21 مارس ومكمل معانا لحد اول مايو في حديقة الأورمان، فتقدروا كلكم تروحوا وتتفرجوا على الزهور. زي ما كنا بنتكلم مع داليا انها اتعلمت من خبراء الزراعة او من الناس اللي بتحب الزراعة على مواقع التواصل الاجتماعي انها ازاي تهتم وتعتني بالزرع، هي كمان علمت برضو من خلال صفحتها، صفحة بيت داليا، علمت اكيد متابعي الصفحة ازاي يهتموا هما كمان بالزرع ويبقوا عندهم خبرة فيه. عشان كده معانا دينا على التليفون، دينا لاشين، هتقول لنا بقى تجربتها مع صفحة بيت داليا. مساء الفل يا دينا. مساء النور يا فندم، ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ منورانا الحمد لله. مرسي يا فندم. قولي لنا بقى، عرفتي ازاي صفحه بيت داليا او بيت داليا؟ بقولها صح او من غير الف ولام علشان ايه؟ حذرتني داليا، قالت لي بيت داليا. ازاي عرفتي الصفحه وازاي تواصلتي معاها وعرفتي تزرعي بقى وبداتي تزرعي؟ بصي حضرتك، انا في الاول كنت بقلب كده في التلفزيون فلقيتها بتتكلم عن حاجه اسمها النباتات العطريه، دي كانت اول ان انا اشوفها. فبعد كده دخلت على الصفحه بتاعتها بيت داليا، لقيتها صفحة هادفة جدا فيها معلومات كتيرة جدا عن الزرع. بص حضرتك، احنا كنا اي واحد بيحب الزرع تروحي تشتري من مشتل ما بتبقيش عارفة اصلا هو ده ايه وازاي اصلا تعتني بيه. فعرفت ان في حاجة اسمها نباتات موسمية اصلا، في حاجة اسمها نباتات مستديمة، كل حاجة ازاي نحافظ على الري، حتى يعني الروتين نفسه حتى بتاع الورد او الزرع ازاي نحافظ عليه، امتى معاد الري، ده عرفت من عندها. الشراء نفسه بتاع البوت نفسه او القصيص عرفته من عندها، ان انا احافظ عليه، ان انا اشيل الاوراق الدبلانه، في تفاصيل كده بصي محدش كان بيقولها لك. صراحه داليا صفحتها هادفه جدا. ايه يا دينا عشان تتعلمي اكتر او يبقى عندك خبره اكتر في الزراعه، يعني تقدري تعتني بنباتات وما تموتش بسهوله وكده؟ ما انا بقول لحضرتك، بصي داليا صفحتها هادفه جدا، في نفس الوقت بتقول لك المختصر المفيد، يعني انا مش محتاجه اقعد اقرا كتير. الخلاصه بتقول لك الخلاصه. كمان تحس ان هي دكتوره، يعني عارفه دكتوره نبات، ان انا اقول لك مثلا ده عشان ايه. فانت مثلا يعني في الصبار لما اجي مثلا عملت ان انا نقلته، كنت اول حتى يجي يقول لك خدي الورقه بتاعته، لا عرفت من عندها ان انا لما اجي انقل البابس بتاعته، ان انا ممكن لما اجي اعمله احط حاجه اسمها روز ليكس، دي حاجه علشان زي الميكروكوم، فتحس انها بتفهمك اكتر. بتديكي المعلومات اللي انت محتاجاها فعلا. بالظبط، مش اللي هو حطي ده على ده وخلاص كده، لا انا بفهمك علشان انت كمان تبقي مستمتعه وانت فاهمه انت بتعملي ايه. بالظبط يا دينا، زي ما اهلنا دايما كانوا بيقولوا لنا اسال مجرب، فانت عملتي كده فعلا وبقيتي تسالي داليا سالم مؤسسه صفحه بيت داليا. احنا بنشكرك، شكرا جزيلا يا دينا على مداخلتك. شكرا ليكي، ربنا يخليكي، ميرسي ليها وميرسي على صفحتها وكتر الف خير. شكرا يا دينا. احنا وقتنا جري معاكي يا داليا بطريقه فظيعه جدا، يعني عايزه اقول لك خلاص يعني فاضل 3 دقايق حسينا بريحه الورد والزهور بقى يا داليا، يعني قبل ما نختم كده، ايه النصايح او ايه اسهل النباتات اللي ممكن اي حد يزرعها نقدر كمان نستفيد بيها في البيت مثلا؟ هو يعني انا كلامي المره دي موجه بقى للستات، بما اني ست، ان مش شرط ان احنا نزرع زهور او نزرع ورود او كده، احنا ممكن نعمل الحديقه العشبيه او حديقه الاعشاب العطريه عندنا في البيت. بدل ما بروح مثلا عايز اشرب كوبايه شاي بالنعناع، بدل ما اشتري صحبه نعناع، لا انا اشتري شاليه نعناع، اشتري قصيص نعناع واخد منه على قد استخدامي، والباقي بيكبر معايا، يعني هاخد على قدي والنبات كمان بيكبر. نصيحه بس في النعناع، لان ناس كتير قوي بتقول انا جبت نعناع ومعش معايا، النعناع مش عايز اي حاجه غير ميه وشمس، اقوى مكان فيه شمس ويفضل مش اقل من 6 ساعات في اليوم احط فيه النعناع بتاعي واسقيه باستمرار، يعني ان شاء الله كل يوم لما درجه الحراره ما سيبش التربه بتاعته تنشف. الريحان مثلا، ليه انا لما اعمل مكرونه بدل ما احط اجيب توابل ريحان، طب ما انا اخد ورقتين نعناع واحطهم على المكرونه. روزماري، ما هو بيتباع في السوبر ماركت بس بيتباع
حتى لو اتباع مجفف الريحة ما بتبقاش بنفس زي الطبيعي الريحة بتاعت الطبيعي. غير ان انا باخد منه على قدي، ما باخدش كمان، انه ممكن ينشف ممكن يتشال كده يبوظ مني في التلاجة، بيفضل فريش وباخد على قدي بس، والباقي بيطلع بداله يعني. حتى اللي انا اخدته بيطلع غيره. في مثلا الزعتر ممكن ازرعه في البيت، البردقوش، البردقوش من الحاجات الاعشاب العطريه المفيده جدا يعني، منقي للدم وللكحه وحلو جدا، ليه ما ازرعش البردقوش في البيت؟ فنباتات كتير قوي عطريه ممكن ان انا ازرعها في كحديقه عطريه للمطبخ واستفيد منها في المطبخ بتاعي. ومن خلال البيج بتاعتك يا داليا يقدر اي حد يدخل ويسالك اي سؤال في طبعاً النبات، يتفرج على الفيديوز، يبعت لك طبعا طبعا طبعا. دايما حتى في الفيديوز بقول اي حد عنده استفسار عن النبات اللي انا اتكلمت عنه او اي عن اي نبات تاني ممكن يبعت لي، يا اما على البيج يا اما في الانبوكس بتاع البيج اي حاجه. انت نورتينا النهارده بجد يا داليا سالم، بجد حلقه جميله، وعايزه اقول لك ان شاء الله يبقى بينا حلقات تانية كمان في يلا بينا ان شاء الله. وبجد يعني بندعو كل مستمعي راديو 90 ان هم يزوروا معرض الزهور. اكيد طبعا، واحنا اتبسطنا جدا ان كنا معاكم النهارده وبنحتفل كده ببدايه الربيع. ان شاء الله الايام الجايه يبقى الجو فيها حلو ونقدر كلنا نستمتع بريحه الزهور بقى اللي هنبدا كده نحس بيها في الفتره الجايه. نشكرك يا داليا، نورتينا. انا المتشكره جدا، شكرا ليكي. ورغده قبلك السبت الجاي ان شاء الله الساعه 12.